حكايتي جميلة من أول بداية وفيها قيم نبيلة والعبرة بالنهاية. انت عارف يا جدو دي مرة الثالثة تغلبون غلبناهم 3-0. انت فريقهم فيهم منو؟ انا وعمر وخارج وبقى وابكر. يا اخي عمر ده جيرانكم جيراننا اللي هنا ديل يا اخي أسي انت لعاب يا اخي احمد ولا ساكت كيشه بس؟ لعاب يا زول. لقيتها هاي لقيتها. وين لقيتها؟ تحت الدولاب، كانت رايحه منو منو مبارح. انت عارف يا جدو انا فرحت فرح شديد. صحيح الزول اللي بالقليو حاجه كان رايحه منه بيفرح فرح شديد جدا. اقعدي عارفه موضوعي ده زي قصه القاضي ابو بكر البغدادي. ابو بكر البغدادي ده منو ده؟ ده كان قاضي في مكه مجاور يعني ساكن جنب الكعبه. بخته والله. البغدادي ده قال هو قصته، قال هو يوم كان جعان جدا كويس وما عنده قروش وما عارف يعمل شنو، مرق من بيته المهم هو جعان خالص وماشي في السكه لقى له سرة. تعرف السرة؟ تعرفيها يا ريم؟ سرة لفة كده، لفة سودة كده وبعدين مشدودة تشد بخيط بتاع حرير أبيض. يعني السرة دي من حرير أسود مشدودة بحرير أبيض كده. فلما انشال لقاها تقيلة جدا، فرح وطوالي قام جاري رجع. وين؟ رجع البيت نسى انه جعان. هاي نسى انه جعان، مشى البيت داري يعرف جوا الصوره في شنو. لقى فيها شنو؟ فتحها لقى جواها عقد لولو جميل جدا. عقد قال اصلا هو ما شاف زيه، جميل خالص. قال العقد ده لو كان حقي انا حابقى غني جدا في يوم واحد. اكيد عقد اللولي بيكون غالي. ايوه عقد جميل جدا وغالي جدا. خط صرة في البيت وعمل شنو مرق. وهو ماشي في الشارع شاف عرابي غريب شكله لابس جميل كده وتاجر ورافع قروشه بنادي في الناس وبقول لهم يا اخوانا دي 500 دينار، انا ضاع مني عقد بتاع لولي، اللي بيلقاه بيرجعوا لي بيشيل ال 500 دينار دي. ده سيد العقد. قام طوالي مشى للراجل ده. قال لي انت ضاع منك عقد؟ قال لي طيب وصفوا لي العقد بتاعك شكله كيف؟ قال لي هو العقد بتاعي ملفوف في صره ملفوفه في قماش بتاع حرير اسود ومشدوده بخيط بتاع حرير ابيض. والعقد وصفه كيت 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 كيت. والقاضي ابو بكر البغدادي قال وصفه زي ما هو، يعني يا هو العقد ده طلع حق الراجل البنادي ده. ولما اتاكدت انه هو العقد ده حقه مشيت معاه البيت سكته معاي واديته العقد بتاعه ومشى. طبعا رفض يشيل اي مكافأة باعتبار انه المكافأة دي يعني ده حقه وداري يعمل الحاجة دي خير، ربنا يجزيه اجر من عنده. يرفض ليه؟ ده ما حقه. ما هي حقه، لكن بس هو عمله كده اعتبار انه عايز الجزاء من رب العالمين، ما عايزه من زول يعني. ده راجل امين. القاضي ابو بكر البغدادي ادى الراجل العقد بتاعه والراجل مشى. و بعد كم يوم القاضي البغدادي كان مسافر في سفينة وفي البحر، بس لما ماشي هبط عاصفة والسفينة دي غرقت وكل الناس اللي فيها غرقوا. مسكين القاضي أكيد مات معاهم. لا الزول الوحيد اللي كان ناجي من الناس اللي غرقوا
هو القاضي أبو بكر البغدادي، لأنه لقال اللوح بتاع خشب السفينة مسكه وبقى عايم باللوح ده لحد ما وصل به وين؟ جزيرة. الجزيرة فيها ناس؟ أيوة، كان فيها ناس وعاش وسطهم وبدأ يعني يعلمون القرآن ويعلمون تعاليم الدين وكده، وقاعد معاهم يعني. والناس آلفوه وبقوا يحبوه جدا، في النهاية قرروا يزوجوا له بيت من البنات بتاعت الجزيرة دي. ففي يوم العرس فهو كان قاعد وجابوا العروس بتاعته، وأول ما فتحوا العروس بتاعته شافها لابسة نفس العجد اللي هو كان لقاه، ورجعوا للزول نفس العجد بالضبط. طوالي قام ناداهم قال لهم يا جماعة أنا العجد ده شفته، وحكى لهم القصة بتاعت العجد ده. الناس أول ما سمعوا القصة بدوا يهللوا يكبروا وكده، حكوا له إنه أساسا أبو العروس دي هو صاحب العجد ده، وجاء وكان مسافر وجاء من مكة وحصل. حكى لهم نفس القصة، قال إنه العجد ده ضاع منه ولقاه زول ورجعوا له، وقال هو كان متمني إنه الزول اللي لقى العقد ورجعوا له ده يزوجوا بنته دي، البيت الهسي انت زوجت هذا، وكان بس متمني انه يلاقيه تاني عشان يعرس له البنت. سبحان الله، نفس الحاجه اللي يتمناها ابو البنت هي حصلت، انه القاضي ابو بكر البغدادي هو اللي لقى العقد، هو اللي رجعه للزول، هو اللي زوج البنت. شفتوا القصه دي عجيبه كيف؟ فعلا عجيبه. نعم. يا عم ناس الطيارة أحكي لنا حكاية عن عالم مجهول، أروي لنا رواية، حكايتي جميلة من أول البداية، وفيها قيم نبيلة والعبرة بالنهاية. Ha ha ha.